يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا في بلادنا في اليمن يقول يوجد عندنا في بلادنا في اليمن مسجد تحت ساريته في مؤخرة المسجد قبر لطفل، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ لا، حتى ينبش الطفل ويخرج من المسجد ويوضع في المقبرة، يوضع في المقبرة ينقل. نعم، لكن لا بد من الرجوع إلى أهل العلم عندكم، واللي أهل الأمر اللي لهم أمر سلطة، ما تمشون وأنتم تخرجون، يعني يحدث فتنة، لكن أهل الحل والعقد هم الذين يمشون هذا القبر. نعم.